بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شر ليلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله. 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 لا لا إله إلا الله. 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 لا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانخر الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانخر المنزلين ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شهود الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سعادة مكتب العالمين أسر الشيخ وحيد عبد القادر الجيلاني قدس البصرة وأسر الشيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي وأسر الشيخ أحمد خطيب سمس وأسر الشيخ طه كريستاف جربان وأسر الشيخ عبد الكريم بدر وحضرة شيخنا المكرم أسر الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا المكرم أسر الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفرهم أهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شول الليل لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهود الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مقلوبي أعطني محبتك ومعرفتك توجه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم